رعاية كونفيك اس اي موبلر سمارت تانفورد غاستربول. أجمل تحية محبة وتفاؤل رغم أجواء القلق يلي ممكن تكون مسيطرة على بعضنا، والسبب الكورونا، هذا الفيروس يلي صار شاغلنا وشاغل الدنيا من حوالينا. أكيد متابعينا الأعزاء، الحذر واجب، الحذر المبني على المعلومات الصحيحة هو كمان مسؤوليتنا جميعا، بس كمان ما في داعي للهلع والخوف الغير مبرر. منشان هيك حابين اليوم نطرح سؤال عن هالموضوع يمكننا يفتح نقاشات مفيدة نستفيد منها كلنا سوا، والسؤال هو: هل تعتبر نفسك ملم أو متمكن بشكل جيد من تعليمات الوقاية من العدوى والتعامل معه؟ يعني هون كلمة ملم أو متمكن أكيد نسبية، والمقصود هو أنه نحن شاعرين أنه المعلومات الصحيحة عن الوقاية من المرض عم توصلنا أم لا؟ لهيك مجددا برجع بقلكم انه لقائنا بيكون معكم كل يوم احد واربعاء لنمضي سوا حلقه بتضم التنوع، المتعه والفائده، بالاضافه لمسابقتنا الاسبوعيه، فرصه ربح تذكرتين سفر لشخصين ذهاب واياب اليوم تقديم شركه سبيس تاون للسياحه والسفر. اما شروط المشاركه بالمسابقه وكمان شروط الشركه بخبركم عنها بعد الفاصل. أكثر من أسبوع عن تقديم الجوائز، رجعنا معكم اليوم لنقدم تذكرتين سفر ذهاب وإياب. مثل ما خبرتكم حتكون اليوم لشخصين من متابعين الكومبيس، تقدمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. مثل كل حلقة بخبركم أنه الشركة بتعطيكم خمس خيارات لوجهات السفر. انطلاق الرحلة يمكن يكون من مدن تانية بالسويد أو حتى من كوبنهاجن. بالنسبة لشروط المشاركة بالمسابقة، ضغط على الإعجاب والمشاركة للبرنامج لتكون مرشح للفوز. أما تفاصيل أكثر عن التذاكر أو لتعرفوا أكثر عن خدمات الشركة فتواصلوا معنا على الرقم 0772-25-25-30. كمان لكل شخص ربح معنا أو حيربح أو صار معه مشكلة أو أي شيء، ما لكم غير تتواصلوا على رقم الشركة. بالنسبة للشروط من قبل الشركة، فهي بالنسبة للرابحين أنه كل شخص حسابه وهمي أو من خارج الدول الإسكندنافية، أو حتى في حال الشخص ربح بس ما ناسبته لا وقت التذكرة أو وجهة السفر، فللأسف تعتبر جائزته لاغية. بالنسبة لنا ما حدا بيكون خسران معنا، كلكم حتكونوا رابحين. بالنسبة للشخص اللي صارت معه هاي المشكلة أكيد منربحه بحلقات القادمة. أما هلأ ففاصل راجعين. أكيد أهم خبر شاغل العالم هالأيام سواء على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي هو فيروس كورونا والتخوف من انتشاره، خاصة أنه كل يوم عم نسمع عن أعداد جديدة عن الإصابات، وكمان في أخبار بتخلينا نتفائل عن شفاء أعداد من المصابين وإمكانية إيجاد لقاح أو دواء لهذا الفيروس الجديد والخطير. وأكيد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسويد اليوم وصلت ل 399 من ربع ساعة، ما بنعرف هلأ إذا زادت أو لا. وأكيد آخر التطورات المتعلقة بالموضوع منتابعها دايما على مواقع أو قنوات الكومبيس. برجع بذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، واللي هو: هل تعتبر نفسك ملم أو متمكن بشكل جيد من تعليمات الوقاية من العدوى والتعامل معه؟ طبعا ممكن تكتبوا عن شعوركم، آرائكم، اقتراحاتكم ومدى تخوفكم من هذا الفيروس، كمان فيكم تحكون عن الإجراءات الوقائية يلي بتستخدموها لحماية أنفسكم وكمان المحيط. شاركونا بإجاباتكم من خلال التعليقات عبر البث المباشر للحلقة. كمان عملنا استبيان على الفيسبوك
فيسبوك منشوفه بآخر الحلقة، كمان نحكي فيه، طرحنا هذا السؤال ومنشوف شو كانت إجابات الأشخاص بنعم أو لا بالنسبة للإجراءات الوقائية لموضوع فيروس كورونا. بالنسبة للي ما قدر يحضر حلقة الدكتور فارس الخليلي اللي بتتناول بالتفصيل عن الفيروس وجاوب على كتير من التساؤلات، فيكن تفوتوا على موقع اليوتيوب للكومبس وتكتبوا الخبر أو العنوان يلي بيقول هل الانتشار السريع لفيروس كورونا وأهمية الوقاية منه. لهيك أي شخص ما تابع هاي الحلقة حكى عن تفاصيل، حكى عن نصائح، يعني أنا كمقدمة أكيد ماني مخولة لأحكي بمواضيع صحية أو مواضيع العلاقة بالدكتور، فالجواب عند الدكتور فارس الخليلي. الحلقة كانت مدتها ساعة وشوي، فيكن تعرفوا كل التفاصيل، وأي سؤال كمان ببالكن أكيد حتلاقوا لأنه كان في كم من الأسئلة خلال الحلقة. أما هلأ خلونا نروح لرأي الناس بالعاصمة السويدية ستوكهولم حول فيروس كورونا، نتابع سوا. هو من أنواع الإنفلونزا، والفيروس كله مثل بعضه، هو قريب قوي بيجي على الإنسان. كتير خفيف من هالشغلة، نحن كتير بلشت هي باليابان، رجعت انتشرت، راحت على إيران ونزلت على شوي بلبنان، في إصابة واحدة أو 7 إصابات. بلشت باليابان مو بالصين؟ بالصين مزبوط. بتعرف شو أعراض المرض؟ على حسب ما عم بيقولوا انه هو في بتصير حراره وبصير الواحد بيصعد، يعني مثل قريب بس انه الحراره بترتفع كثير. من شو اسمه، من الحلق اول شيء تبلش يمكن هي، ويخر الانف، يرشح يخر الانف وكذا، لازم يروح على الدكتور يعني راسا هيك بهالشغله هاي. اي والله ما بعرف اعراضها، بس يقولوا خطره يعني اعراضها شيء ما بعرف. يعني اولا بيصير قريب قوي، الانف بينزل، ثانيا الراس بيجي صداع، ثالثاً بيجي حرارة كتير قوية، يعني الإنسان بيحس بحاله، فالمفروض يرقد رقد على الدكتور ويغطي أنفه حتى ما كل دقيقة كح كح يطير رذاذات على العالم، وبعدين يعدي العالم اللي حواليه، يعني حرام. بالنسبة لفيروس كورونا أنا ماني خايفة منه، يعني أنا كمان ماني خايفة منه، بس هو الخوف من العالم، يعني في عالم يمكن ما بتعرف إنه عندهم وممكن يعدوك، بس انه كمان ماني خايفه يعني. وفي هو الاعراض اكثر شيء بتجي كرمال الناس الكبار. الكبار بالعمر يعني 80s 70s، هول اكثر شيء بيتاثروا لانه ما بيكون في عندهم بجسمهم مناعه. انا مو خاف ابدا، ما عندي خوف من هالمرض ابدا، مثله مثل اي مرض. يعني هلا في الكانسر، في الكوليرا، في ملاريا، في اللي مكتوب ما منه مهروب. ونحن سبق ومرينا في مراحل مثل الانفلونزا في بلادنا يعني، لكن يمكن الشمس لها دور كبير. بالنسبة لك شو لازم الإجراءات الوقائية الشخص لازم ياخدها مشان يتجنب هذا الفيروس؟ يعني يستر حاله، ما يطلع كتير بالبرد، يغطي أنفه، يلبس له كمامة شوي، يعني يعتني بحاله، هي فيتامين سي غيره. يعني أول شيء النظافة أهم شيء، والتجمع لا تروحين عند التجمعات، والقطارات والشغلات نهاية. شو الإجراءات الوقائية اللي الشخص لازم ياخدها؟ والله ما بعرف، قالوا الثياب لازم تشمسون وتغسلون إيديكن كتير على طول، يعني مثلا في المرة يمكن 100 مرة لازم الواحد يغسل إيديه وينتبه يعني ويحافظ على النظافة. ولازم الواحد بس يحس بهاي الأعراض يروح فورا على الخوكوس يعني مشان يفحص حاله. نحن في السويد وبلد حضاري وبلد علمي وبلد متقدم، في صعوبة أتصور للفيروس كورونا. طيب الصين بلد حضاري متقدم وصار معه. السويد أكثر بتاخذ حماية أكثر، الداخل للسويد مطارات أو على طريق البر في فحص في تدقيق، هي أتصور إن وجدت كمان بتكون قليلة. ينتبه، عرفت شلون، السلام ممنوع، التقبيل ممنوع، وينتبه عاد ما بيروح على التجمعات يعني بهالفترة هاي، لحين ما إن شاء الله بيسيطروا عليه كله.
الكمامة، يلبس هاندسكار، تغسيل ايدين، تعقيم الايدين، ماي كتير يعمل كونتاكت مع يعني يقرب عن الايه، فينو ياخد فيتامينات بس انه ما بعرف. اهم شيء النظافة، بس انا يعني دائما اقول هيك شغلات مثل هيك اوبئة الاتكال على الله اكتر شيء. هو بقى انا اللي بنصح اكتر شيء الكبار بالعمر هنن اللي يروحوا على بورد سنترال او على مستشفى يروحوا يفحصوا اذا في عندهم كورونا وبيعطون لهالشيء مضاد لهالشيء. انا شخصيا ما عم بعمل اي شيء يعني تجاه الموضوع. بالنسبه لنا لازم ناخذ وقايه وقدر الامكان التجمعات. انت من الاشخاص اللي بتثقي اللي عم تسمعيه عن طريق وسائل الاعلام او السوشيال ميديا بموضوع فيروس كورونا؟ هلا ما بوثق بكل شيء، بس انه صار هو منتشر بكل دول العالم يعني بقى اكيد معنا، بس انا بظن انه هي لعبه مشان يضربوا الصين او انه هيك شيء. إعلام عن طريق التلفزيون أنا آمن فيه كتير، بس اليوتيوب وهدول لا مو كتير. والله نحن مثل ما نسمع، في منهم يقولوا إعلان أمريكا بعتها، وفي منهم يقولوا من الصين، وما نعرف يعني كل واحد يحكي شكل. وسائل الإعلام الرسمية بثق فيها، وغير رسمية لا. بس هي كمان هاي عم بتصير مثل حالة نفسية عند الأشخاص، يعني كمان صار مرض نفسي هذا الشيء، إنه العالم خايفة إكساكت إنه بيقولوا يي مرض كورونا، بس ما يصير معنا هيك، انه صارت هي حالة نفسية مع العالم هلأ هيك. طبعا كل الناس عم طلع على الاخبار وهيك وعم تسمع، في اكتر من 500 اصابة هوني. بعد استطلاع الرأي مع المتابعين أو الناس الموجودين بمنطقة ستوكهولم وتحديدا مدينة سودرتاليا، اخترت هلا ضمن فقرة موسوعة المهن مهنة صيدلي أو أبوتيكري. هو خبير بعلم الأدوية واستخدامها، مهمته بيساعد المرضى بصرف الأدوية المكتوبة لهم ضمن الوصفات الطبية، بالإضافة لتقديم المعلومات الصحيحة عن الدواء الذي تم استخدامه، كمان التأكد من الاستعمال الآمن والفعال للأدوية، كما يشارك الصيدلي بصناعة وتركيب الأدوية. وكمان إذا بدنا نحكي عن الصيدلي فهو بيعمل ضمن مجال الصناعات الدوائية بمجالس المحافظات والمؤسسات الحكومية، أما الدراسة فبتتطلب بالمرحلة الجامعية مدة 5 سنوات، وبتتوفر الدراسة بالجامعات يوتوبوري، أوميو، وبسالا، وبتتضمن تدريب عملي لمدة سنة. وبعد الانتهاء من الدراسة بيتم التقديم على هوية مزاولة المهنة من مؤسسة الشؤون الاجتماعية. بعطيكم بعض المعلومات عن مهنة الصيدلة، بس أكيد كافة المعلومات فيكم تزوروا موقع الكومبس، وبتظهر على الشاشة مثل ما شايفين على الموضوع، وهي ضمن هذا الموضوع في قسم العمل، وبالأعلى في رابط اسمه موسوعة المهن. ضمن هاي الموسوعة موجود مجموعة مهن مختلفة، تختاروا يلي بناسبكم. نحن اخترنا اليوم من الصحة، واخترنا موضوع أو مهنة الصيدلة. أما بالنسبة لموضوع حلقتنا وسؤال حلقتنا لليوم اللي بيحكي عن فيروس كورونا، فالتعليقات بلشت تظهر على الصفحة، وكمان في تعليقات كتيرة. بدي أبداها بدنيا. مرحبا دهاني، أهلا وسهلا فيك يا دنيا، إذا بتعطينا رأيك على موضوع كورونا، فيروس كورونا، شو الإجراءات الوقائية اللي أنت حتستخدميها، وأنت من الأشخاص بتعتبري حالك ملمة بموضوع كورونا؟ الإجابات منشوفها بعد نروح لفاصل ونرجع. رجعنا معكم متابعين برنامج فيكا لحتى نجاوب أو نقرأ أجوبتكم على موضوع الحلقة لليوم. رح أبدأها بحسن، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيك وشكرا للتعليق، والله عم نعمل يلي علينا والباقي على الله. الأمراض بسيطة ويا حسرة ما بيعرفوا الحل، ما بالك بكورونا، هيك بيقول حسام الدين. صباح الخير، أهلا وسهلا، يسعد مساكي يا رؤى.
نعم، ولكن السويد لم تتخذ أي إجراء مع الأسف. بعتقد كل ما عملناه من وقاية بيكون هو أقل من المتوقع، لكن كلهم حسب أمانته وعلمه ودرايته بهذا المرض، هيك بيقول محمد. أما بالنسبة للأعراض ما بنعرف الأعراض، يمكن إذا بنشوفها منشورة كتير على السوشيال ميديا على وسائل الإعلام، هي أنه أهم شيء النظافة، الغسل اليدين بشكل جيد لمدة 30 ثانية على الأقل، الابتعاد عن الازدحام، والأهم أنه عند السعال يكون السعال بهذا الشكل منشان أكيد نتجنب العدوى. رح أرجع كونه كانت على الشاشة فما بيان، أهم شيء السعال بهذا الشكل، وأهم شيء ما نحط إيدنا على الوجه خاصة العين الأنف وأكيد الفم، لأنه هذا بيأثر على نقل العدوى. وكمان بالنسبة للأشخاص اللي عم يبعثوا بالنسبة للأعراض، أنا الأعراض أهم شيء النظافة والحذر، الحذر والوقاية هو أهم شيء، والأشخاص كمان ما كتير يقلقوا شيء نفسيا لأنه كمان هذا الشيء بيأثر عليهم. وأهم شيء لما الواحد يشعر بأنه يمكن يكون مصاب يتصل على 1177 ويبقى بالبيت، لأنه مثل ما قلنا الحذر واجب. يا رب ارفع عنا شدة الكورونا، وشكرا للكومبيس على كل المعلومات واللقاء مع الطبيب، هيك بتقول عفرة. تماما، اللقاء مع الطبيب الدكتور فارس الخليلي بيجاوب على كثير من الأسئلة وعطى معلومات كثير مهمة، حتى بالنسبة للأشخاص اللي بيكونوا معتقدين أنه هذا الموضوع يمكن غلط. إذا بدنا نحكي عن الكمامات، الكل كنا نشوف أنه عم يشتروا كمامات لأنه هذا الشيء ما بينقل العدوى، الدكتور فارس الخليلي أكد أنه الكمامات ما لا داعي لها، وأكيد الكمامات بتكون بس بالأماكن المسكرة مثل القطارات أو الطيارات. الإجراءات هو الجلوس بالبيت وأنه بس نطلع للضرورة. أنا كتير خايفة على أولادي لأنه بيروحوا على المدرسة وعطلتهم أسبوع، وهلأ صار بدهم تقرير بعد أسبوع، الله يحمينا. إن شاء الله ما بيصير شيء، الأهم شيء الوعي. يا رؤى أنه تخبري أولادك أنه دايما النظافة، لأنه الولد بيلمس كتير من الأشياء، وكمان مثل ما قال الدكتور أنه اللمس الأشياء الصلبة أو الأماكن الصلبة هي كمان بتنقل العدوى، بس النظافة أهم شيء، وإن شاء الله ما بيصير شيء. لونا، بالنسبة يا لونا لإلك، لونا الأشقر، شو فيني فيدك؟ شو الكلمات اللي ما عم تفهمي لأقدر ساعدك فيها؟ خالد، شكرا كتير، كلك ذوق، وإذا بتشاركنا برأيك بيكون أهم من التعليقات اللي عم تبعتها. الله يرحمنا، هيك بتقول روعة، يرحمنا جميعا، أكيد الرحمة بتجوز على المتوفي وعلى العايش. ما في كمامات بالصيدليات، وأي شيء ما في عم بيكون. هل بالنسبة للكمامات ما عم بيكون لها فائدة، فمنشان هيك الأفضل أنه يكون في نظافة، أكيد التعقيم بعد غسل اليدين وبعد ما نلمس أي شيء، فبظن النظافة هي الأهم، والغسل اليدين مثل ما قلت لكم لمدة 30 ثانية. أنا بحس، بتقول هل كورونا عطيناها أكثر من حجمها في سرعة انتشار الفيروس، بس عدد الوفيات قليل، هن بيكونوا كبار بالعمر أو مناعتهم قليلة، ونسبة الناس يلي عم تنشفها كبيرة، بقى لشو الرعب وهالترويج الكبير كله. هلا بالنسبة للترويج، هو لأنه عم بيكون في عدد إصابات كتير، أكيد في نسبة الشفاء عم بيكون كتير منيح. وإذا بدنا نتذكر بأحد القنوات العربية كانوا ناشرين على أول مصاب عربي تم شفائه، وكان من فلسطين، اسمه محمد أبو نموس، هو أعلن أنه ضل شي شهر بالحجر الصحي، وكان بعدين تم شفائه، وقال السبب بأنه انشفى هو المناعة، الأهم شيء يكون المناعة عالية، وهذا الشيء اللي كمان أكدوا الأطباء أنه المناعة هي أهم شيء، لهيك اعتمد على أكل سواء كان ناخد فيتامينات أو أكل صحي لحتى نقدر نرفع مناعتنا، وبالتالي ما حننصاب بهذا الفيروس. أنا بالنسبة إلي معك حق، الكمامات ما إلها فائدة. بالنسبة إلي مو من عندي أنا عم جيب الحكي، الكمامات بناء على رأي الدكتور فارس الخليلي ورأي أطباء كتير أكدوا بالنسبة لموضوع الكمامات.
ما في. أنا بالنسبة إلي بتقول بسيمة، أنا بعرف كيف نتعامل مع الفيروس، بس المشكلة ما في إجراءات ولا تعقيمات بالأماكن العامة إلا ما ينتشر ما يقدروا يسيطروا عليه. كل شخص كمان ستيفان لوفين وكثير من المسؤولين قالوا أنه بالنهاية التجمعات البشرية أو الأشخاص، الحكومة مو هي المسؤولة الأول، يعني نحن لازم نبدأ بحالنا، كل شخص يعتني بنظافته الصحية، كل شخص يكون حذر بموضوع النظافة وينتبه أنه ما يلمس أي مكان، أو حتى ما ينقل هذا اللمس بعد ما يلمس مكان صلب على أنفه أو الفم أو حتى العيون. هذا الشيء اللي فينا نعمله، بس بالنهاية بنقول إن شاء الله ما بيصير شيء، وإن شاء الله بيتم حد هذا الموضوع. مثل ما اللي عم يسألني على قديش صار العدد لحد اللحظة، 399 شخص أنصاب. أهلا وسهلا فيك يا نورة، وشكرا للتعليق. الفيروس عم يتطور وهو بيشبه السارس. أنا بلغت المديرة وقالت لي القرار بيرجع لك وما طلبت تقرير لينا. لينا عم تحكي بالنسبة لموضوع الطلاب أو بالنسبة لأولادها، لأنه مثل ما سمعنا كان في آراء عم بيقول أنه ما عم بيقدروا يحطوا أولادهم بالمدرسة، بيتمنوا أنه يكونوا بالبيت، بس المدرسة مثل ما عم تقول لينا حسب حكيا ما عم يطلبوا تقرير. شكرا لك يا فهمي على التعليق. نعم، طرق الحذر والوقاية مهمة، لكن يجب إغلاق المدارس للحفاظ على أطفالنا وأولادنا. كمان الشركات دعت موظفيها لهالموضوع، هيك بتقول هيفا. نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك يا خال عامر، الله يمدكم بالصحة والعافية. شكرا لك، وإن شاء الله الصحة والعافية لكل متابعينا. الفيروس انتشر تقريبا بأغلب دول العالم، للوقاية منه والأهم عدم المصافحة أو لمس أي شيء وغسل الأيدين بصورة مستمرة. أنا سعيدة جدا ببرنامجك المفيد. شكرا يا روعة سرميني. روعة سرميني، أنت من الأشخاص الجداد ببرنامج فيك، فأهلا وسهلا فيك، متابعة دائمة للبرنامج. مرحبا. طيب مظبوط أن الأطفال ل 12 سنة ما بينعدوا؟ بلال شريفة، أهلا وسهلا فيك يا بلال، متابع دائم لبرنامجنا. هلا بالنسبة لموضوع، أنا ماني مخولة لأحكي بهذا الموضوع، بس الجواب فيك تلاقيه من خلال اللقاء دكتور فارس الخليلي. فيك تفوت على موقع الكومبيس وتكتب بس فيروس كورونا وفيكم تشوفوا الموضوع، وهلا كمان النائل بحط لكم شوي من الصورة من خلال هذا العنوان. فيكم تفوتوا على اليوتيوب وتقروا أو تسمعوا اللقاء كامل بموضوع فيروس كورونا. جاوب على كثير من الأسئلة، ومنهم السؤال اللي عم تطرحه يا بلال حول موضوع إذا الأطفال بينعدوا أو لا. ماري بتقول لو سمحتوا إذا فيكم تعملوا تقرير عن كيفية تنظيف وسائط النقل. شكرا جدا على كل المعلومات، لأني عم دور على الكمامات وما عم لاقي لأني بشتغل بأماكن مغلقة. أحمد ألف شكر، شكرا وأهلا وسهلا فيكم. التعليقات كثيرة، بس أنا بهالوقت بدي خبر نائل أنه يبدأ يحط الأسماء بالنسبة للأشخاص، لأن مثل ما قلت اليوم في شخصين رح يربحوا معنا تذكرتين سفر تقديمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. شكرا للكومبيس على هذا البرنامج، وفقنا الله للخير وأنتم جميعا. شكرا لك يا وسام، الله يتلطف فينا يا رب، حتى معقمات لليدين ما في. بتشكرك على المواضيع المهمة والنصائح، لأنه وسواس وخوف مو معقول. الله يسعدك يا رب. شكرا لك يا مهال. أهم شيء الانتباه والحذر، أكيد الوقاية مهمة، بس كمان ما يكون في شيء نفسي أنه طول الوقت خايفين، لأنه هيك بنوصل مرحلة ما بنعمل شيء. فإن شاء الله الصحة للجميع. لينا بتقول مدارس خايفين بس مضطرين يمشوا مع قرارات، وما بدهم يجي قرار من عندهم، بدهم الأهل يتحملوا القرار من شان ما يوقعوا بمشاكل. صح
صلاح، بالنسبة لتعليقك يا صلاح، دايما فيك تفوت على موقع الكومبيس وتقرأ كل الأخبار اللي عم تكون، كل شوي عم بيكون في خبر على موضوع فيروس كورونا وأحدث الأخبار بالنسبة لموضوع الحكومة السويدية وشو ردها على هذا الموضوع، فتابع الكومبيس فيك تعرف الجواب. كمان ام ميار، بالنسبه للاصابات دائما عم بيكون في عن طريق موقع الكومبيس، فيك على موقع الكومبيس تفوتي وتشوفي كل عدد الاصابات سواء كان بي اوميو او بمناطق تانية بالسويد. يا ريت المدارس تغلق لوقت القضاء على هالفيروس. الايام الجايه هي الجواب لسؤالك يا روعة إذا رح يتم في إغلاق المدارس أو لا، وخاصة أنه رفعوا الخطر لعالي جدا. بتشكر كتير من كل قلبي على المواضيع المهمة، أهم شيء النظافة بالتغسيل بالصابون وفيتامين سي ودي. شكرا لك. 399 مريض، الله يشفيهم ويعافيهم إن شاء الله. المواصلات العامة مشكلة، شو بدنا نعمل؟ كل يوم معرضين للمئات وما بيعرف من وين جايين. الحذر يا الحذر يا نارمين، أهم شيء. مرحبا، أهلا وسهلا فيك يا جبار محمود، شكرا على المعلومات، شكرا لكم، شكرا لكم لبرنامجكم، عم نعرف الأخبار وعم بيصير شو عم بيصير أول بأول. عطر الشام، أهلا وسهلا فيك، وعم نشوف الأسماء بلدح تبدأ تظهر على الشاشة. أكيد رح كفي بتعليقاتكم، بس خلونا نختار أول اسم لليوم، نشوف الكمبيوتر مين يختار رابح تذكرة سفر تقديم من شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. أول اسم مين حيكون معنا؟ خلونا نشوف. وأول اسم رابح لليوم راح لعادل التركيتي تكريتي. عادل ألف مبروك يا عادل، ربحت معنا تذكرة سفر تقدمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. وبالنسبة للاسم الثاني بنشوفه بعد ما نقرأ كمان تعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم. منيح انه عم تخبرونا شو عم بيصير، لانه في عالم ما عم تعرف غير هون. اكيد عن طريق الكومبيس فيكم تعرفوا كل شيء، سواء كان من خلال البرامج اللي عم نقدمها، من خلال الاخبار اللي عم تكون على موقع الكومبيس وكل التفاصيل. وفيكم اكيد تتواصلوا على صفحة الكومبيس لاي سؤال حابين نطرحه او اقتراح. هدى، هل مع ارتفاع درجة الحرارة يختفي كورونا فيروس؟ يا هدى، فيني اقول لك انه فيك تتابعي اللقاء مع الدكتور فارس خليل لتعرفي عن هذا الموضوع. هو حكى بالنسبه لموضوع ارتفاع درجه الحراره، لانه قالوا مع الشوب بيختفي هذا الفيروس، فالجواب فيك تسمعي. شكرا على المعلومات، اهلا وسهلا فيك يا دنيا، شكرا للكومبيس، شكرا يا اهلا وسهلا يا ابو زوزو. كمان رهف، الله يحمينا ويحميكي حبيبتي، شكرا، شكر كتير كبير للكومبيس، فمشان هيك ما رح أقرأ كل هاي التعليقات. أما بالنسبة لبلال، ما تربحينا هلأ، ربحينا بعد ما الفيروس يخلص. أكيد هاي التذكرة بتكون لبعد الفيروس إن شاء الله، وإن شاء الله هيك تكون فترة كتير قليلة. يعني إن شاء الله اللقاء الثاني معكم من خلال برنامج فيه كان نكون عم نقول إنه الحمد لله خلصنا من هذا الفيروس، فيه كل شخص يعيش حياته وما يعيش هذا القلق اللي مسيطر مثل ما قلنا ببداية الحلقة على البعض. الله يحمي الجميع، يا ريت فينا نعطل الأولاد عن المدارس. شكرا وألف مبروك للرابح. وبالنسبة في حد عم بيسافر لهلأ؟ أكيد ما في حد عم بيسافر هلأ، بس هذه التذكرة حتكون معكم لأيام القادمة، ما بنعرف شو بيصير. فهلأ صار وقت نشوف كمان مين رابح معنا لليوم بتذكرة سفر، مين الشخص الثاني بالربح.
ورجعنا معكم متابعين برنامج فيكا، وبدي اعتذر عن خربطت بموضوع الإجراءات الوقائية والأعراض بالنسبة للأشخاص اللي بعتوا لي. بالنسبة للأعراض أكيد صداع حاد وارتفاع حرارة وسعال وتفاصيل كتيرة، أكيد أنا ماني خبيرة بهذا الموضوع، فيكم تابعوا الدكتور فارس خليلي. أما بالنسبة للإجراءات الوقائية فغسل اليدين، النظافة أهم شيء، وتجنب الأماكن العامة. بدي روح للسؤال اللي قلت لكم عليه، هو استبيان نزلنا على موقع الكومبيس، على صفحة الكومبيس على الفيسبوك، ومثل ما شايفين هلأ اللي عم بيكون بين نعم ولا بالنسبة لموضوع أو سؤال حلقتنا لليوم. مثل ما شايفين على الشاشة يعني النسبة عليت، هي السؤال: هل تعتبر نفسك ملم أو متمكن بشكل جيد من تعليمات الوقاية من فيروس كورونا والتعامل مع تبعات العدوى؟ مثل ما شايفين 61% قالوا لا، أما نعم ف 39%، والعدد عم بيزيد كل شوي، يعني وصلنا ل 418 صوت. ورجعنا لنشوف تعليقاتكم كمان على السؤال. بالنسبة: مرحبا، أهم شيء النظافة وغسل اليدين، تطهير اليدين بالسبيرتو والابتعاد عن الازدحام لحتى نقي حالنا من المرض. هيك بتقول هلا. أما بالنسبة للتعليقات، شكرا للمعلومات يا كومبيس رائد، شكرا لإلك وبتقبل التعليقات بروح حلوة. شكرا لكم وشكرا لكل المتابعين اللي عم بيتابعونا. أكيد بالنسبة للأشخاص اللي عم يبعتولي على معلومات احكي فيه عن موضوع المرض، أكيد أنا ماني مخولة، فيكن تابعوا موقع الكومبيس. بعد ما شفنا الرابحين اليوم لتذكرتين سفر تقدم من شركة سبيس تاون للسياحة والسفر، بدنا نشوف الاسم الثاني، وصار وقت نشوف نائل اللي عم بيحط الأسماء على الشاشة، ومين الرابح معنا لليوم. أكيد تذكرة ما حتكون بالأيام القادمة إن شاء الله بعد ما نخلص من هذا الفيروس. ربح معنا عادل أول اسم، أما الاسم الثاني فصار وقت نقول ألف مبروك لرابح اليوم، هو حسين أو حسين مروة. حسين مروة ألف مبروك، ربحت معنا تذكرة سفر تقديم من شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. ألف مبروك يا حسين. وكمان اليوم حسين وعادل يعني يوم شابين، ما كان في دور للصبايا، إن شاء الله بالحلقات القادمة بتكون. أما بالنسبة للأشخاص يلي سمعوا اسمهم لليوم، ما لكم غير تتصلوا على الرقم 0772-25-25-30. ما بقي غير أشكر كل المتابعين، يعني لازم الواحد ياخد مونة محمود إن شاء الله. هلا ما في شيء، فروق وأهم شيء الحذر، وإن شاء الله ما بنوصل لهي المرحلة. مبروك وشكرا لك يا تهان، شكرا يا دنيا. كم إصابة بمالمو يا منتهى؟ فيك تتابعي صفحة الكومبيس أو موقع الكومبيس، دائما عم بيكون في تجديد للأخبار، ودائما عم بيكون في زيادة بعدد الإصابة بالنسبة للإصابات. يعني عم نشوف مثل ما قلت لكم من شوي 399 إصابة، يعني ما بنعرف إذا بعد ما خلصت الحلقة زادوا أو إن شاء الله لا، بس أكيد في تفصيل بالنسبة للمناطق وكمان بالنسبة للعدد. ما بقي غير أتشكركم متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي وكمان مستمعينا على راديو الكومبيس. مثل ما بدأنا بتحية محبة وتفاؤل، بننهي حلقتنا لليوم بمزيد من التفاؤل. الأمل أهم شيء، لأنه لقائنا بيتجدد معكم يوم الأحد الساعة 11 قبل الظهر. كونوا على الموعد مع برنامج فيكا، ولأي سؤال أو اقتراح بعتونا على صفحة الكومبيس، وأكيد نحن حنجاوبها بالأيام القادمة. تبقوا بخير، باي باي. هذا البرنامج برعاية كومفيك، S.A. Mobler, Smart Tanvord, Gastrobol.